اهلا بيكو. دلوقتي بنتكلم في كابيو على الجزء الخاص بالستودنت. هدخل I am student وهلوجن. فتح لي ده الويب سايت بتاعنا. ده اول حاجة الداشبورد بتتقسم لكذا جزء. اول جزء اللي فوق عندي خاص بيا اللي هو اسمي وصورتي. اقدر كمان اعدل الاكونت سيتنج بتاعتي ان انا اقدر اغير اسم الفيرست نيم واللاست نيم، واقدر كمان لو المدرسه سمحالي ان انا اقدر اغير الباسورد بتاعي. هيبان لي الزرار ده واقدر اغير الباسورد. في مدارس ممكن ما نسمحش ان الزرار ده اصلا يبان. وسويتش الستودنت لو برضو المدرسه سمحه لكذا ستودنت يدخلوا من نفس الاكونت، هيبان لي كل الستودنت دي واقدر ادوس على الستودنت اللي انا عايزه واغيره، وممكن اادي ستودنت برضو لو عندي نوتيفيكيشن هتبان لي. اول حاجه في الداشبورد عندي التوداي سكادول. لو عندي ميتنج النهارده هتبان لي بتاعه النهارده كلها اللي فاتت والجايه والوقت دلوقتي. انا دلوقتي عندي مثلا سيشن من 2 ل 3، انا ممكن ادوس عليها وادخل جوه السيشن لماده اكتيفيتي للمدرس اسمه امجد محمود. لو جوين تايم مثلا انا دخلت، فانا جالي هنا من شويه ان انا دخلت الساعه 1:30، انا ممكن ادخل تاني برضو دلوقتي وقت ما انا عايز، طول ما في وقت قبل السيشن بساعة او بعد السيشن بساعة. ممكن انا داخل اون تايم لو انا اتأخرت او داخل متأخر بيتكتب لي ليت، ولو انا ابسنت هيتكتب لي ابسنت. وعندي كمان اوبشن ان انا اقدر اكتب على الوايت بورد. تاني حاجة الاسايمنت. لو انا عندي اسايمنت وزن العشر عشر ايام اللي فاتت هيجولي هنا واقدر اعمل سبميشن. هنا مثلا عندي اسايمنت 1 لمادة اسمها اكتيفيتي، الديدلاين بتاعها لغاية يوم 10/6. انا هنا مثلا عملت له سبميت قبل كده، لو انا مش عامل سبميت هيقولي نوت سبميتد، ولو في ديتيلز هتطلع. الاسايمنت ده كمان بيبان لي هو اتعمل امتى، واقدر اد ريسبونس ان انا اد اي سبميشن تاني لو انا عايز اغير السبميشن اللي انا قدته قبل كده، ولو انا مش عامل سبميت واد فايلز اللي انا عايزها كمان. ده بالنسبه للاسايمنت. بعد كده في اناونسمنت. الاناونسمنت دي اللي بتيجي للجريدز كلها او للمدرسه كلها، بتبان لي هنا واقدر اشوف الفيديوز لو هما رافعين فيديو والديتيلز، وادوس عليها اقدر اشوف كمان الديتيلز بتاع لو في ديتيلز، وهو في فيديو لو في فيديوهات تانية هتبان لي كل ده جوه الديتيلز بتاعتها. كمان لو في اكتر من اناونسمنت اقدر ادخل فيو مور واشوف كل الاناونسمنت ورا بعضين. نفس الكلام في كلاس. لو في حاجات نوتيفيكيشن على الكلاس بتاعي بس اقدر اشوفها واشوف الديتيلز بتاعتها لو دوست عليها. مثلا هنا الكلاس دوت معمول من 14 دقيقة، بيتكتب لي برضو معمول من امتى، ولو في ميموز برضو بتبان لي، ولو في فيديوهات هتبان لي. ده بالنسبة للداشبورد. بعد كده الاسايمنت والليسون هما الاثنين حاجة واحدة. الفرق ان الليسون هنا ما بقدرش ان انا اعمل سبميشن عليه. لو انا عندي اكتر من سبجكت انا ممكن اختار السبجكت اللي انا عايزه واشوف الاسايمنت بتاعته. هنا مثلا كمبيوتر 2 ما كانش عليها اسايمنت. لو انا شفت كله هنا مثلا عندي في اكتيفيتي وسرشت على اكتيفيتي هو جالي الليسون 1 اللي عندي، واقدر ادخل في الليسون 1 واشوف الديتيلز بتاعته وماده ايه واتعمل امتى ولو في ديتيلز. نفس الكلام في الاسايمنت زياده عليه، بس ان هنا اقدر اد ريسبونس زي ما قلنا بره في الداشبورد، ان انا اقدر احط النوتس بتاعتي او الفايلز اللي انا عايز احطها وسبميت. هنا ليه سبميت؟ لان انا اوريدي عملت سبميت قبل كده. لو ما عملتش قبل كده هيتكتب لي سبميت عادي ويتبعت للتيتشر في ساعتها. بعد كده في سيشنز. السيشنز دي بتبين لي كل السيشنز بتاعتي اللي قبل كده واللي بعد كده، مش النهارده بس. اللي بره بيبان لي النهارده بس، لكن لو انا عندي سيشنز قديمه اقدر اشوفها، ولو عندي سيشنز بتاعت النهارده او بكره او بعد اقدر اشوفها، ولو في الوقت مثلا هنا من 2 ل 3 اقدر ادخل جوه السيشن واشوف. نفس الكلام بتاعت بره، واقدر افتح وايت بورد واكتب لو في سيشن وعايزه استخدم الوايت بورد.
بعد كده في الكالندر بتاعتي ان انا هنا عامل ابسنس، عامل اكسكيوز يوم 3 عندي اكسكيوز. انا ممكن افتح كمان واشوف الديتيلز بتاعته هنا اكسكيوز، الريزون بتاعه ان انا سيك والنص بتاعته ام سيك مثلا، اقدر اشوف الديتيلز لو عندي انا يوم غايب فيه هيبان لي هنا. كمان الايفنتس لو انا عندي ايفنتس هشوف برضو، اقدر اشوف الديتيلز بتاعتها. لو عندي فاكيشن هنا مثلا عندي تو فاكيشنز، هقدر افتح يوم 3 عندي تو فاكيشنز مثلا والديتيلز بتاعتها. الريمايندر دي الخاصة بيا انا اقدر اد ريمايندر تفكرني، بس انا هادها وانا اللي هشوفها. ريمايندر كده انا عملت الريمايندر ليا، وعندي يوم 10 ويوم 6. انا ممكن ادوس على الريمايندر اقدر اشوف لو الحاجات اللي انا كاتبها واقدر امسحها، ولو في انفورميشن انا عملتها امتى وكده. اخر حاجه الاكسكيوزز، اقدر اشوف الاكسكيوزز بتاعتي كلها. هنا مثلا انا عملت اكسكيوز اللي احنا شفناه في الكالندر اوريدي يوم 2/6، وقلت انه امسك وعملت انه بيندينج. كمان اقدر اشوف الديتيلز بتاعته اكسكيوز والريكوست ديت، واشوف الريزون وكل الانفورميشن. لو في اكشن ان هو حصل ابروف او ريجكت هيبان لي ده امتى. ممكن كمان اسند اكسكيوز. انا مثلا عملت اكسكيوز يوم 2/6 نفس اليوم اللي انا فيه، وعملت انه سيك وعملت سوري كانت جو تو سكول مثلا. ولو عايز ارفع اي فايلز براحتي عملت سند اكسكيوز. انا بعت في نفس اليوم اللي انا فيه الساعة 2 قال لي sorry you can't send excuse after the beginning of the school. يعني المدرسة عاملة excuse، عاملة ان الexcuse ما يعديش الساعة 8:30 الصبح. انا عملت 1:30، ما انا مقدرش في نفس اليوم اعمل excuse. لكن لو انا غيرت وخليته الساعة يوم 3 هيسند عادي. ده انا عندي excuse هنا قال لي ان انت عندك excuse يوم 3 في نفس اليوم. طيب انا غيره خليه يوم 10، تقريبا عندي excuse. هل يوم 9 send excuse عادي. شكرا.